اليوم لازم نصون الاستقلال تاعنا. الاستقلال سبق لي وقلتها نصونوه بأمرين: جيش قوي واقتصاد قوي. قد ما نقوي الجيش والهيبة نتاعو قد ما ننقص من الأطماع نتاع الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية. ما هوش جيش اللي قوي باش يعتدي. تاريخ يشهد للجزائر المستقلة من مارس 1962 إلى يومنا هذا، عمر الجزائر ما خرجت من الشرعية الدولية، عمر الجزائر ما تعدات على واحد، تعدوا علينا وهجموا علينا، ولكن احنا لا، ندافع على ترابنا فقط. إذن نقوي الجيش، وتقوية الجيش ماهيش باش نسيطر على منطقة ولا نسيطر على جيران ولا نسيطر. لا، باش نحمي أرضي اللي ضحاوا عليها قوافل تلو القوافل تاع الشهداء. هذا ما كان باش الجيل الحالي يعيش حر، مستقبله بين يديه.